السلام عليكم، سميتي صلاح الدين دانكي. كيجي انا عندي بلاي، كيجي ولاد جيراننا كيلعبوا معايا، وكيجي واحد ولد جيراننا كيجي عنده 15 عام، كيجي كيدخل علينا، كيبقى يحيد لينا في سراولنا ويحيد هو سروالو وكيبدا عليه. دابا كنلعبو حتى انا واحد في بلاي، هو يجي يدخل علينا وسط مقفل، يقول واحد اللي نسيونا ادمي نفسي. انا سيدي واقع ليا ولدي صاصبوا ليا واحد الولد، وانا ما كنسيق الخبر، انا سقت الخبر غير نهار السبت. هذا الشيء واقع في دار صاحبتي، خدم معانا وياها، وانا يا صاحبتي دايره ثقه، ولكن هاد الدري صغير غدرنا حتى هو ما كناش حنا غادي نعرفوا بان غادي يدير هذا الشيء. انا الدري ولدي ما قالش، ما قال لي والو. انا السيده اللي قالها لولدها وهي جات قالتها ليا. انا ولدي كيخاف مني، ما كيقدرش يقول لي داك الهضره. وفي نهار واحد في ساعه واحده، ماشي غير كنا كيشد واحد يوميا، يا نهار واحد في ساعة واحدة دار لهم داك الشيء. كيديرهم الزكاو ملي كيتمو جايين يهربوا وكيبغيو يجيو يقولوا علينا كيضربهم. أنا كنطلب من المسؤولين يوقفوا على الحق ديال ولادنا وعلى حق جميع الأطفال اللي كيوقع عليهم هاد الشيء. أنا ما بغاش نسمح في حق ولدي. أنا الأب ديال الوليدات اللي هما تعرضوا للاغتصاب، اللي هو صلاح الدين ومحمد أمين، وتعرضوا للاغتصاب في البيت ديالي ومعاهم بعض الاطفال اللي هما من الجيران، من الجيران ديالي، ومن يعني كيلعبوا مع الاطفال، وواحد معدم بلاي في الدار، وواحد سميتو السيد هذا كيسكن معنا في نفس الدار، وكيمارس عليهم كيمارس عليهم ممارسه الجنس وهذا. وهذا يعني حتى كاينه حتى القوه كاينه، يعني كيضرب الدراري باش ما يقولوش لينا، وباش والاسباب باش غادي نعرفوا هذا الشيء هذا. يعني الوليدات ولاو تيقولوا لبعضهم بعض الكلام خايب. هذا الكلام اللي تيقول لك الخو، يعني ولينا كنحكروا عليه. منين جاك هذه الهضره هذه كيقول لك ولدي راه خالد هو اللي تيقول لينا، هو اللي ولات سميتو، ها اللي كيدير لينا، ها كيفاش كيفعل لينا، كيفاش بدا كيوريني في الوليد، وليد بدا كيوريني في الحركات. اذا الوليد كان سميتو ملي كنمشي كنتقابل مع هاد الناس وكنقول لهم وكنتبرى منهم، تيقول لك ولدي لا، ولدنا ما تيدير والو، ما يعني ولدنا ما يمكنش يدير هذا الشيء هذا. واليوم حنا في السبيطار ديال سيدي عثمان بالاجراءات، والقانون راه غادي يدير الخدمه ديالو. حنا كنتسناو يعني في الاجراءات القانونيه، شنو هو المسار القانوني، شنو غادي يدير.